انا هخلص كيس الكشري ده واروح اسلم نفسي للسحاوي. انا خلاص يا جماعه فقدت الامل. والله تبقى عملت طيب يا سيد. وقول للسحاوي كمان وانت عنده ان احنا جمعنا الفلوس وانت اللي ضيعتها. وقول له كمان بالمره بقى ان ريتاج وفخر زعلانين جدا من الموضوع ده. عارف يا سيد؟ الاحسن ليك ان انت تسلم نفسك للسحاوي يخلص عليك بدل ما انا لبحك بايدي. هو احنا ازاي بناكل الكشري في كيس؟ هو المفروض احط شاليموه؟ شاليموه يا ريتاج ما تبطلي بيئه بقى، الشاليموه ده بنستخدمه واحنا بنشرب حلبسه بس. طب احنا ليه بناكله في كيس؟ عشان اللي ما اكلش الكشري في كيس مش قيس. يعني ايه مش قيش؟ مش قيس يعني مش قيش، بس انا بقولها كده عشان الوزن والقافيه. يا ريتاج يا حبيبتي، اكل الكشري في علبه اخطر حاجه، لان درجه حراره الكشري لما بتتفاعل مع العلبه بتحول علبه الكشري لقنبله موقوته ممكن تنفجر في وشك في اي وقت. طب ما الكيس برضه بلاستيك زي العلبه. اه بس البلاستيك بتاع الكيس ما بيتفاعلش مع الحمص. اه في سالف الازمن ترارارام، راجل فقير غلبان ولاده سايبينه. يا عيني بص الراجل الغلبان اللي هناك ده. بقولك ايه، مش احنا معانا كيس زياده تعالى ندهوله. لا يا حبيبتي ده الكماله بتاعتي واللي هيقرب منه هتبعه. ولا الكورة دي لو جت هنا تاني هقطعها. يعني ده صعبان عليا قوي. صعبان عليك ايه؟ ده وضعه احسن من وضعي بكتير، لا في دماغه سحاوي ولا زفت، يا ريتني مكانه. ولا اي 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 بلاش شوبي هلا. ايه ده؟ ركز كده على فخر. مين ده؟ انت لسه فاكر يا سيد؟ مش ده ابو نشوى اللي كان بيقابلك وانت راجع من المدرسه وانت ايه هتحكي ايه يا فخر؟ هتحكي ايه قدام ريتاج؟ انت اتجننت؟ لا مش ابو نشوى. ركز كويس، ركز شوف مين ده. ولا بلاش طوبة. مين يعني؟ يا نهار اسوح، ده بابا. اي ايه ده؟ انتوا متاكدين ده باباكو؟ ايوه بابانا. بس يا هادي يا ابن البس. بضربوني بالطوب. انت بتتحدف ده انا بالطوب. معلش معلش بضربوني بالطوب. معلش معلش ماشي. تعالى معانا تعالى. اجي معاكوا فين؟ انت مش فاكرنا؟ لا مش فاكرك. مين؟ انا سيد الشحات ابنك. سيد الشحات ابني؟ هو ده مين؟ انا فخر العرب يا رزق. قول له فخر الشحات عشان يفتكرك، مش وقت منظره. انا فخر ابنك يا رزق. فخر يا حبيبي يا ابني. يا حبيبي يا ابني. يا حبيبي. الله، يبقى انت سيد. حبيبي انا لسه قايل لك. تعال يا رزق. حاضر يا حبيبي حاضر. ما انا ماشي على مهله اهو. انا بعمل ايه؟ اركب يلا يا رزق. اركب ايه؟ هركب ميكروباص. فين ايام زمان؟ ايام ما كنت بركب مرشيدش وشبح وعيون. فين الايام دي؟ معلش يا رزق معلش، استحمل. احنا عارفين انه مش مقامك بس استحمل. حاضر يا حبيبي. سيد انا هحصلكوا بتاكسي. ها باي باي. ماشي يا حبيبتي باي باي. متضايقه من ريحتي. فين ايام ما كنت بحط احلى برفانات واشيك برفانات من بتوع زمان؟ اولد سبايس وثلاث خمسات والوان منشو. يا سلام على دي. معلش هترجع الايام دي كلها تاني ان شاء الله. معلش يا حبيبي يا ابني. طول عمرك حنين، طول عمرك حنين. الله يكرمك. وانت حبيبي ما كفايه احضان بقى بابا. ده انا لو حاضن فسيخ ريحتها مش هتبقى عامله كده. بتتريق على ريحتي؟ فين ايام الفسيخ بتاعك زمان؟ ايام ما كنت بجيب الفسيخ من نبارون وكفر الشيخ وجمصه. فين؟ ما خلاص انت حتى الفسيخ ليك معاه ذكريات. يلا يا بقى اركب يا رزق بقى. حاضر يا حبيبي. الله. ايه ده؟ جايب لي كيس مكرونه اكله في السكه ومخروم عشان اشفطه. فين ايام زمان؟ ايام ما كنت بجيب النص خروف اشويه واقعد اكله. مجالنا هنا البيت وقعد يهددنا وقال لنا لو ما رجعتوش الفلوس انا هقتلكوا. ايه رايك؟ لا الفراخ زي الفل، يسلم ايديكوا. فراخ ايه؟ يا حاج يا حاج، دي سبع مره نحكي لك الحكايه، انت مركز معانا ولا فين؟ يا خبر ابيض، انت طيرت قوي عن زمان. انت مين فيهم؟ مين في مين؟ مين في بناتي؟ لا دي مراتي. ياه، يعني انت مش ابني. انا ابنك ودي مراتي. انت ابني ومش متجوز بنتي. بالظبط. صدفه غريبه قوي. ممكن بقى تخلصونا من جو فوازير رمضان ده وتخلونا نشوف حل في مشكلتنا؟ والله يا ابني مشكلتكم دي عويصه وملهاش حل عندي. لو سمحتوا ما تقولوش مشكلتنا، انا ما سرقتش، انت سرقت وانت سرقت، انا ماليش ذنب خالص في الموضوع ده. ممكن تسكت خالص يا سيد؟ اتفضل يا رزق، قول لنا مشكلتنا دي عويصه ليه؟ انتوا مالكوش حل عندي،
أنا فلوسي خلاص بح. ضيعت كل الفلوس اللي سرقتها؟ ضيعت كل الدولارات؟ مش أنا يا ابني اللي ضيعت الفلوس والدولارات، أنا اتنصب عليا. نصب على مين؟ أنت هتشتغلنا يا رزق؟ النسوان بقى ربنا ينتقم منهم. ليه كده يا أونكل؟ مش كنت عايزة تتعرفي على عيلتي؟ آه حماكي أونكل. أنا هحكي لكم الحكاية. أنا اتجوزت واحدة بيضة، واحدة سمرة، واحدة شقرة. خلاص مفيش ألوان تانية في البني آدمين. إيه؟ اتجوزت واحدة لبني؟ اتجوزت ميمي. ميمي دي كانت جميلة قوي، بس ما تفهموش بقى أولاد، كانت عاملة لي عمل ولا سحرالي، خلتني ما شوفش كل النسوان اللي أنا متجوزهم قبليها، خلتني طلقتهم. وبعد كده قالت لي لو شايل فلوس معاك يا أخويا هاتهم شيلهم معايا، أنت مبذر واللي في إيدك مش ليك. اديتها الفلوس ومشيت وراها زي الحمار الحصاوي لحد ما الكارثة حصلت. طبعا يعني ايه هتجيلنا سالكة؟ لقيناه بالصدفة في الشارع، هيبقى معاه الفلوس مثلا؟ كمل يا عم. عم ايه؟ اقول احترم نفسك. امال اقول لك ايه؟ قول لي يا بابا. ما هو عمال يقول لك يا رزق من الصبح وانت عادي. مالكش انت دعوة، ده حبيب قلبي. ميلك بدود وخدود والشنب الكميل ده، ده اللي بيسمع كلامي. تشكر يا رزق. تاخد سيجارة؟ لا 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 يسطى فيها. ميمي دي كانت مجنونة ولسعة، وكانت عايشة في زمن التسعينيات ومعرفتش تخرج منها أبدا. هدومها تسعينيات، أغانيها تسعينيات، كانت محرمة علينا نسمع أي أغاني قديمة أو جديدة. وفي يوم من الأيام نزلت تشتري شوية حاجات، لقيت نفسي لوحدي. قوم ايه بقى؟ الشيطان وزني، رحت جايب سيديهاية لكايروكي. واو كايروكي ياه. وبعدين الشيطان شاطر بقى، ما انا لوحدي. رحت مطلع اسطوانة تانية لشارموفرز وطرت طرت معاهم، طرت فوق السحاب فوق فوق شوية، ودخلت عليا وحصل الطلاق. لسعت زيادة وخدت الفلوس، الفلوس راحت. لا معلش ثانية واحدة، انت عايز تقولي ان انا هتقتل عشان انت كنت بتسمع امير عيد وشارموفرز؟ لا، يبقى احنا نربطها ونحطها في شوال ونرميها تحت رجلك يا رزق، وما نفكهاش الا وهي مطلعة الفلوس بتاعتنا. مش قافش كده يا فخر، ابوك برضو ادالها الفلوس بكامل ارادته، فاحنا لازم نرجع الفلوس بس مش بالسكة الشمال. امال من انهي سكه تكتك؟ من شمال الشمال. قصدك نسرقها؟ دغوف. نقتلها؟ برضو دغوف. حيرتيني معاك يا تكتك. احنا لازم ننصب عليها، لازم نفهم دماغها ونراقبها عشان ندخل لها الدخله الصح. اهي دي اللي بنتي، مش الدغوفات اللي انا مخلفهم. هو ده التمثال ايه؟ ايوه تمثال الجعبره. جعبران؟ ايوه الجعبران بتاع الفراعنة. لا 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 يا سيد، لا لا يا سيد، مش وقته خالص، مش وقتها خالص يا سيد. ايه هي دي اللي انت بتعمله ده؟ تخيل تخيل مش وقتها يا سيد. انا مش فاهم. ماشي ماشي على الله تسهيل، سيبني بقى اشوف هشيله الدنيا دي كلها ازاي. ايه يا فخر، انت مش هتوريني البضاعة ولا ايه؟ بص يا عم نعيم، البضاعة اللي أنا هوريها لك دلوقتي دي في مليون واحد بيجري وراي، بس أنا اخترتك أنت عشان تشتريها، لأن لو ما اشتريتهاش أنا هاخد الواد ده ونطلع بره المحل أذبحه وأنا هجري ملطة على المحور. فأنا عايزك يا عم نعيم تبقى فاهم إن أنت بكونك بتشتري الحاجة دي بتنقذ روح اتنين بني آدمين. يا ريت يا ريت توريها لي. عارف اقول له ايه؟ هتعدي هتعدي والله ان شاء الله. هي حاجه في السيمبل يعني، في الشياكه كده. ماشي اهي يا عم نعيم. ده مصفر يبقى خير ان شاء الله. Thank you.
اعتقد العكس يا عم نعيم. انا عارف شغلي. عارف شغلي. ايه ده؟ ايه الاساتوك ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ماشي يعني عجبتك وشاري، سمعني بقى الكلمة الطيبة كده في تمن التمثال ده. هي تجيب 45 عشانك انت هخليها 50. ايه الاوفر ده؟ اكيد قصده 50,000 دولار. ماشي تمام، هات بقى الفلوس. 50,000 دولار؟ ايه دي؟ تمنها 50 جنيه. 50 جنيه يا عم نعيم ليه؟ ده من ايام الفراعنه، ده بقى له 7,000 سنه. 7,000 سنه دي اساسا معموله من 7 ايام، لسه العجينه بتاعتها طريه ما لحقتش تنشف. بقول لك ايه يا نعيم، انت هتشتغلني انا ولا ايه؟ ما الواد بيقول لك بقى له 7,000 سنه. اصبر بس يا فخر، عشان غالبا عم نعيم عنده حق، اصل انا ما رضيتش اخد من الجعبران اللي على الترابيزات، وقلت اخد من الجعبران اللي هم لسه عاملينه طازه. طازه؟ واحنا بنجيب فينو يا سيد ولا ايه؟ انت ما جبتهاش دهب ليه يا سيد؟ ما هو اصل الدهب اللي لقيتها قد كده، وفخر قال لي ما خف وزنه وغالي ثمنه. ايه هتنكر دلوقتي؟ وبعدين اصل الذهب ده حرام جدا للرجاله. طب بص يا عم نعيم، من الاخر يعني احنا كنا هنخلص الصبقه دي وهنطلع ناكل، فممكن تدينا يعني 50 جنيه دول نروح ناكل بيهم كشري؟ يعني لو كده برضو وقوم حولنا حقك، خلي التمثال معاك واطلب لنا كشري في المحل هنا ناكله قدام، وتبقى مشكور يا عم نعيم، مشكور لو خدت الشنطة وطلبت لنا رز بلبن أو كنزات بيبسي يعني. مش عارف، حرام عليك يا سيد، علينا 6,000,000 دولار نشحت تمن الكشري. بقسماتيه مسموميه. عاش خاين وماتت باروكا. شفتي مال بوكسومازا؟ ليش انا يطلب منك بوكسومازا؟ هل بوكسومازا انقذت حياه مهراجا؟ تشكرات جناب مهراجا، تشكرات. لا انت شكري يا بي، الحين انا ثقتي في محله. سيدي بابا، ادام ثقه في محله يبقى حله يحله. اعطيني جوهر راكش. اكيد انا اعطيك جوهره، بس قبل في شيء لازم سوي. اول سوي اول ايه جناب مهراجه؟ لازم تاوي جثه. لا تقلق جناب مهراجة، احنا ناخد جثة ندفنها في مدافن هنود اللي في صلاح سالمي. لا لا لا، انا يتوي جثة حسب تقاليد هندية ما القبيلة بتاعي. يعني ايه؟ لازم احرق جثة اول بعدين يعطيك جوهرة. سيدي بابا، اعطيني الجوهرة اول ثم احرق جثة. لا ما يصير، لازم احرق جثة اول. خلاص احرقوه. شنو هذا صوت؟ هذا سيدي بابا هذا حلاوة روح. صحيح، واللي دايم حلاوة روح. أرجوك راجو، سيبني مع قتيل كاي 5 دقيقة. هاي واي، أنا من قبيلة عندها عاداتي وتقاليد، هي لما أقتل واحد كاي لازم أستسمحه. هاي باي باي. خلاص مشي خلاص. إيه كمية الزيت اللي ترشت عليها دي يا سيد؟ ده ناقص لي بيض وبقسماط وابقى جاهز على الالي. صوتك هتتحبس يا فخر. ما نتحبس،
احسن باتشاوي يا جدعان. بقول لكم ايه، يلا نهبق من هنا بلا سحاوي بلا جوهره بلا زفت. والله العظيم كل حاجه معمول حسابها، صح يا سيد؟ بالظبط، وانت المطلوب منك حاجه بسيطه جدا. ايه بقى؟ احنا اكتشفنا ان احسن وقت نسرق فيه الجوهره وهم بيحرقوك. لتاجه هتطلع فوق تسرق الجوهره، ناخدها وناخدك ونقلع. تاخدني في رغيف وعليا طحينه صح؟ انا عمري خذلتك قبل كده؟ طول عمرك يا سيد. طيب طيب ايه؟ طيب اريزلك يا بيه، هرش بنزين ايه؟ اسمح لي راجو، انول شرفي رش البنزين هي. وانا كمان هي. اوكي. وحياة امي وامك يا سيد، لو النار مسكت فيا لا هصوت وهلم عليك امي تلاقي لها الا الله. لا لا الا الله. دي صوتك. يا دي عبيط، انا بدلت البنزين بميه. ايه ده انت؟ ده انا ما شفتش. افتكرت. انت بتشتغليني معاه؟ انا شايفه وهو بيغمز لك وبيعمل لك. حياة امك يا سيد، انا ريحه البنزين هتخنقني يا سيد. انا مش عايز اموت محروق يا سيد، مش عايز اموت محروق. ما بس بقى، في ايه بتسترجل كده؟ بقول لك ايه، حاول انت ما تتحرقش بسرعه لحد ما اجيب الجوهره واجي. ماشي؟ وتعملها ازاي دي يا بيه؟ تمام، خلصت رشه بنزين؟ اخر رشه اهي.